يصوم ما شاء من هذا الشهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله كما في بعض الروايات، وفي بعضها أنه كان يصوم أكثره، كان يصومه إلا قليلا. ومعنى هذا أنه كان يكثر الصوم فيه صلى الله عليه وسلم، حتى يكاد الرأي يظن أنه لم يفطر منه أو أنه صامه كله. فإن تيسر هذا لأحد فذاك خير وفضل، لا سيما الصوم في هذه الأيام الشديدة الحر هو من موجبات ثبوت عظيم الأجر. من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، والأجر على قدر المشقة. ليس هناك خصوصية لصيام أوله أو آخره أو أوسطه، بل هو كله محل للصوم. لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خص يوما من أيامه بالصوم كما يفعله بعض الناس في صوم نصف شعبان، إنما هو مشروع في كل الشهر في أوله وأوسطه وآخره. وقد جاء حديث أبي هريرة أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم بعد نصف من شعبان، لكن الحديث لا يصح في إسناده مقال. والصحيح أن النهي محفوظ من حديث أبي هريرة في الصحيحين عن أن يتقدم أحد صيام رمضان بيوم أو يومين. أما ما يتصل به النصف من شعبان وأنه لا يصام بعده فالحديث في ذلك ضعيف. فإن المنقول عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم شعبان ويكثر من صيامه، ومقتضى هذا أن يتجاوز النصف. طبعا بعض العلماء يقول أنه هذا النهي في حق من لم يصم أول الشهر، لكن ليس في ذلك دليل. النهي واضح في الصحيحين أنه قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، فهذا المنهي عنه. وأما بعد ذلك فإنه يبقى على المشروعية، وأنه من مواطن الصيام التي يشرع للعبد أن يتقرب إلى الله تعالى فيها. وأما ليلة النصف فلم يرد فيها حديث صحيح، جاء عن بعض السلف أقوال، وجاء هناك يعني جاءت جملة من الآثار، لكن ليس منها شيء يعتضد به ويصار إليه في إثبات فضيلة. سأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم بلوغ رمضان على أحسن حال، وأن يعيننا على الطاعة والإحسان، وأن يجعلنا من أوليائه ممن يصومه إيمانا واحتسابا، وأن يوفقنا لصالح العمل. اللهم آمين. أحسن الله إليكم شيخ، جزاكم خيرا. حتى نكون الأقرب إليكم تابعونا على موقعنا الإلكتروني، كما نسعد بتواصلكم معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك وأيضا على تويتر. وبإمكانكم دائما مشاهدة العديد من برامجنا على قناتنا على يوتيوب.